تأخير الدورة الشهرية يلجأ إليه بعض النساء لظروف خاصة زي الحج أو العمرة أو أثناء الصيام، أو كمان البنات المقبلة على الزواج وموعد الدورة هيكون مع موعد الزواج. فهنعرف مع بعض الطرق الآمنة والفعالة لتأخير الدورة الشهرية، فتابعوا معايا. اهلا وسهلا بحضراتكم، ومعاكم الصيدلي الدكتور كارلوس. في بداية الفيديو احب افكركم انكم تكونوا عاملين معايا هنا القناة اشتراك ومفعلين الجرس عشان توصلك تنبيهات بالفيديوهات الجديدة وتستفاد بالمعلومات اللي فيها. لتأخير الدورة الشهرية هناك 3 حالات. اول حالة معانا ان تكون السيدة متزوجة وبتستخدم بالفعل حبوب منع الحمل اللي بتحتوي على 2 هرمون زي الجنيرة والمارفلون والياسمين والديان. فلو حضرتك بالفعل بتستخدمي حبوب منع الحمل هتكملي عليها بدون توقف، لان من الطبيعي استخدام هذه الحبوب بيستخدم مرة يوميا في نفس الميعاد لمدة 21 يوم وبتوقف لمدة اسبوع، وبعد كده العلبة التانية لو حضرتك عايزة تكملي. لو حضرتك عايزة توقفي الدورة الشهرية فهتكملي على طول على الحبة التانية بدون توقف الاسبوع، قرص يومية طول المدة اللي حضرتك عايزة توقفي فيها الدورة. ومجرد التوقف عن استخدام هذه الحبوب بتنزل الدورة في خلال اسبوع بعد التوقف. الحالة التانية بالنسبة للبنات وكمان السيدات المتزوجة لكن ما بتستخدمش حبوب منع الحمل، هنستخدم حبوب اسمها بريومولوت ان، او في بعض الدول بيسموها بريمولوت نور، اسمه استيرونات. اي واحد منهم كلهم نفس المادة الفعالة، هيستخدم قرص مرتين في اليوم قبل ميعاد الدورة ب5 ايام طول الفترة اللي انت عايزة توقف فيها الدورة. ومجرد التوقف عن الاستخدام بتنزل الدورة في خلال 5 ايام، لكن ضروري جدا قبل ما تستخدمي حبوب البريمولوت نور ان تكوني متأكدة ان مفيش حمل عن طريق عمل اختبار الحمل قبل الاستخدام، تجنبا لأي اضرار جانبية ممكن تحدث من استخدام هذه الحبوب على الجنين. طب لو حضرتك شاكة انك ممكن تكوني حامل وعايزة تستخدمي حاجة توقف الدورة بدون ما تسبب مشاكل على الجنين، هتستخدمي حبوب اسمها دوفاستون، وبتستخدم قرص مرتين يوميا قبل ميعاد الدورة ب5 ايام، وبرضه بتستمر عليها طول المدة اللي انت عايزة توقفي فيها الدورة، وبتنزل الدورة الجديدة في خلال اسبوع بعد التوقف عن استخدام هذه الحبوب. وفي نهاية الفيديو ياريت لو عجبكم ما تنسوش اللايك وكمان مشاركة في جميع الجروبات اللي انتم مشتركين فيها عشان الكل يستفاد. ولو في اي استفسار اكتبوا لي تعليق، واشوفكم في فيديوهات تانية جديدة. سلام.